رح نحكي عن المجلس البلدي للأطفال اللي تنظم من كذا سنة واليوم بعده عم يتطبق لحتى يكونوا هالمدن الصديقة للأطفال، عم تعطيهم فرصة أنه يعبروا عن آرائهم، أنه يدخلوا بالعمل الدبلوماسي البلدي الإنمائي. رح ناخد شهادات ثلاث شباب شابين وصبية موجودين معنا، ميشيل داود، رزان زوين، وبلال زكي. رزان بدي احكي معك لانه ladies first، بتعرفوا شباب ما فينا. رزان بدي احكي معك شوي عن تجربتك، عن المجلس البلدي، عن الاعضاء، عن يعني الاجواء يلي بتكون والعمل اللي عم بيكون. ايه اكيد. نحن اول شيء بلديتنا هي بتعمل نشاطات انمائيه، نشاطات اجتماعيه، ثقافيه، غيرها. ونحن بلديتنا يعني بلديه ناشطه معروفه بنشاطها، وهون أكيد من مرق تحية سريعة للرئيس بسام دلال وباقي الأعضاء. ومن النشاطات يلي عملتها هيدي بلدية هي بلدية هي المجلس البلدي للأطفال CMC. كم عضو بيضم؟ بيضم 15 عضو مثل المجلس البلدي العادي. هيدا المشروع كان أكيد بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومول من المكتب الإيطالي للتعاون بلبنان. هيدا المجلس البلدي هدفه انه الاولاد الاطفال يتمثلوا بالمجتمع، يكون لهم صوت، تتامن بيئه ملائمه لهم وبيئه اكيد سيف تكون للاطفال بالمجتمع. واكيد احلى اجواء بتكون بهيدا المجلس البلدي واحلى نشاطات. واكيد بدي اشوف مع بلال كمان شو بتتعلموا، يعني نحن اليوم لما بنقول عمل انمائي يمكن في كثير حتى من الناس الكبار البالغين ما بيعرفوا شو يعني عمل انمائي، قد ايه بتتعلموا هالامور بالذات بلال خلال عملكم، خلال هالتجربه الحلوه اللي عم تكونوا موجودين فيها؟ هلا نحن خلال عملنا يعني وخاصه كاطفال يعني بتفيدنا لبعدين. انتوا شباب صراحه مش اطفال، شباب يعني. ماشي الحال، رح نمرق طفل صفر ل 18 من صفر ل 18 صحيح. هلا نحن بتفيدنا اجتماعيا لبعدين، وبتفيدنا كنظام شغلنا، يعني نحن هون كيف عم نقسم وقتنا بين دراسه وكمان مجلس بلدي للاطفال، كيف عم نقدر نندمج بالمجتمع، يعني انمائيا عم نتعرف على اشياء اقتصاديه ثقافيه تربويه، وبعدين بيفيدونا بالمستقبل كيف ننظم حياتنا على هالاساس. هون عم نشوف بعض الصور من التنظيمات والعمل واليوميات تبعكم كمان. صح، هيدي من يوميات المجلس البلدي الجديد. ميشيل، هيدي من يوميات المجلس البلدي الجديد. أي نعم. بس انت كمان كان عندك خبره سابقه بسنه 2013 2014 بالمجلس البلدي القديم، كيف كانت الخبره؟ اول شيء نحن كان عندنا تجربه كثير حلوه بالCMC، وانا بهالمناسبه بيسعدني اكون عم طول معك عبر شاشه الMTV للمره الثانيه على التوالي، طلعت قبل مره وقت القمر وهلا كمان عم طول معك مره ثانيه. ميرسي انه دائما انتم فاتحين لنا الفرصه لحتى نقدر نعبر عن حالنا، نعبر عن ارائنا وتطلعاتنا وعن كل شيء، ونفجر هيدي الطاقه الشبابيه اللي عنا اياها. نحن بنفرح وبنفتخر فيكم كمان. ميرسي كثير لك. اوكي، انا تجربتي بلشت بالCMC بال2013 مثل ما حكينا. CMC هي مشروع للمدن الصديقه للأطفال بالتعاون مع المكتب الإيطالي للخدمات وبدعم من السفارة الإيطالية وأكيد من بلدية رشيق. بلشت ولاية CMC مع ولاية المهندس الرئيس بوقتها سعد المهنة ومع المستشار طبعا حمزة سويدين. كان عندنا عدة نشاطات، من أبرز هذه النشاطات اللي قمنا فيها هلا عم نشوف وقفة تضامنية مع الجيش اللبناني، كان عندنا كمان هون سبورتس داي لنفرجي أهمية الرياضة، كان عندنا كمان تعاون مع الانترسوس مع اليونيسف، عندنا عدة نشاطات هلا عم نعرضهم على الشاشة، كان عندنا هون سوسيو ثياتر من 21 ل 28 نوفمبر، وكان بالآخر بنهاية هيدا السوسيو ثياتر في توزيع شهادات على المشاركين، كما كان عندنا مخيم شتوي عملنا فيه نشاطات كثيرة للأولاد، وهيدا المخيم فادهم على عدة أصعدة، على الصعيد النفسي والاجتماعي، كنا عم نعملهم عم نقدم لهم قصص كثيرة بهيدا، ومثل ما عم نشوف كان عندنا برزنتيشن عن النيوتريشن مع الأخصائية هتاف زوين، هون كان عندنا يوم مع ذوي الاحتياجات الخاصة مع جمعية حرمون للمكفوفين، ومع مدرب من جامعة الأيو إل، كما كان عندنا دورة بالصحافة. نعم. عم نشوف عدة نشاطات قدامنا. نشاطات أكيد بتنمي شخصيتكم، النشاطات أكيد بتخليكم يكون عندكم انخراط أكثر بالعمل المجتمعي، انخراط أكثر كمان بالعمل الإنمائي، يمكن تطلعات أوسع لبعدين وآفاق أوسع. رزان، السنة شو عم بتكون النشاطات وشو هيك توقعاتكم؟ إيه، مثل ما أنت قلتي النشاطات بتعطي اكسبيرينس، بتعطي معلومات واشياء بتضلها تفيدنا مش بس لهلق لبعدين. ف
فنحن ما قلنا زمان مبلشين، فالنشاطات اللي عنا بعد ما متى استلمتوا هلا؟ يعني استلمنا فيك تقولي بمارش ابريل هيك شيء، ايه. فبعض النشاطات ما تطورنا فيها هلا اكيد عم بعد افكار يعني عم بتبلشوا مثل تحضروا لها؟ اكيد بعد افكار، كل اجتماع بنتناقش بفكره، بنعطي يعني نحن حابين نعطي رشايا اي شيء الاولاد محتاجينه بهيدي البلده. فلهيك اكيد قبل ما نعمل مشروع لازم يكون في statistics عن الاولاد شو بدهم، لازم يكون في questionnaires انه انتم شو بتحبوا يكون في ببلدتكم، منشان تصير هيدي البلده بلد يعني بلدي مثل ما قلنا بيئة آمنة للأطفال، وبيئة الأطفال هني بيحبوا يعيشوا فيها أكيد، وتكون على قد توقعاتهم طموحاتهم. شو الصعوبات عندكم بلال بالعمل يعني بالاجتماعات بتنفيذ المشاريع؟ في صعوبات عم بتواجهوها؟ هلا نحن كون يعني في تواصل بيننا وبين الوزارة الشؤون عن طريق ميسر عم بيكون يعني ينظم علاقاتنا مع البلدية، المجلس البلدي للكبار والوزارة بنفس الوقت، فهو عم بيوصل طلباتنا وعم بيوصل يعني الآراء والأشياء اللي يعني قراراتنا يعني بالتحديد والاقتراحات، مش عم نواجه صعوبات يعني. بس بالتنفيذ بعدين برأيكم رح تقدروا تنفذوا كل شيء مخططين له؟ هو الصراحة نحن البوتنشل موجودة والأمبيشن موجود والموتيفيشن موجودة، بس والشخصية اسم الله عليك ما أحلاك. بس في العنصر المادي أكيد اللي هو التمويل، بس يكون هيدا العنصر موفر، أكيد في دعم من الأولاد برشايا والشباب، وأكيد المجلس البلدي كل المشاريع انقدرت. شو المشروع المقبل أو شو أقرب مشروع؟ هلأ رح يكونوا هن مخصصين إدارة CMC مثل مقابلة لحتى يحكوا عن كل المشاريع المقبلة اللي هن انقدرت مخططين لها، لأنه هي هيدا CMC معمولة بست بلديات بلبنان. نحن هدفنا بالCMC الدفاع عن حقوق الأطفال، نأمن لهم كل شيء منهم أمن لهم بالحياة العادية. بتعرف أنت من 13 ل16 سنة بيبقى الولد عنده كتير أحلام وكتير تطلعات، من بعد 16 سنة بيصير يفوت بالحياة أكتر، بيفوت بجمعيات تانية مثل جمعية الصليب الأحمر اللبناني، اللي هلأ نحن كلنا اللي كنا بالCMC طوعنا بجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وهذا الشيء كتير بفتخر فيه أنا. فمثلا دورة التصوير الفوتوغرافي اللي عملناها مع مدام فرح حمزة فدتنا على عدة أصعدة، علمتنا قواعد التصوير الفوتوغرافي وكيف فينا ننقل تصوير، كيف فينا ننقل المشاعر والعواطف والأفكار نحطهم بصورة واحدة، بيّن كمان صور على الشاشة معنا. هيدا شيء كتير بفيد، في كتير ناس من اللي كانوا عم يتدربوا معنا، تدربوا بالمسرح، تدربوا بالتصوير بدورة الصحافة، هلأ راحوا على الصحافة، راحوا على المسرح. ميشيل، بما أنه عم تحكي عن المجلس اللي أقدم، قدي بتنسقوا سوا اليوم، قدي أنتوا بتقدروا تعطون، وقدي أنتوا كمجلس جديد تقدروا تستفيدوا من خبرات أصدقائكم؟ بيصير في تنسيق عادة؟ أهم شيء التكامل، نحن نعطيهم من عنا وهن يعطونا من عندهم. بلال، حتى طريقة الانتخابات اللي صارت كان في تنسيق بيننا وبينهم، يعني غيروا طريقة الانتخاب من طريقة الاقتراع لاستمارات توزع على المدارس ليعطوا فرص لكل الأطفال، والأجوبة كانت عبارة عن دورنا نحن بالمجلس البلدي. فاللي كان عم يفهم هول الأدوار أكثر هو كان له الفرصة. ليه تطوعت أو ليه ترشحت بلال؟ ليه بتحب أنت هالشي؟ أول شغلة بيكون هو عمل اجتماعي، يمكن يكون إنساني من بعض النواحي وتجربة جديدة. رزان، تيكون في عندك فرصة أنت تعملي تغيير بالبلد اللي أنت عايشي فيه، لأنه مثل ما قلت نحن عنا إيمان كتير كبير برشايا ومؤمنين أنه في مستقبل أحلى، فإذا مش نحن اشتغلنا لهيدا المستقبل مين حيشتغل؟ بتقولون أنه رح يوصلوا لطموحاتهم؟ إن فيكم قوة لو فعلت لغيرت وجه التاريخ. صلى عليكم، أنا شو بدي أقول لكم، فخورة فيكم على الآخر يعني، وبقول إن شاء الله كل الشباب يكون عندهم هالزخم وهالمحبة لوطنهم وهالقدرة للتغيير. إحنا هيدا الجيل اللي طالع هو جيل التغيير، وإن شاء الله عن جد منحقق تغيير بمستقبل. وبتكونوا أحسن لأني من الجيل اللي سبق إن شاء الله. أكيد، أهلا وسهلا فيكم. ميشيل داود، رزان زوين، وابي للزكي من المجلس البلدي للأطفال. بريك ونرجع.